Hi, how are you everyone? My name is Yusuf, Yusuf Abdurazak, and we are in Bosnia, and Bosnia is very beautiful, very nice. It's an amazing country, and it's the first time we came here to Sarajevo. فريلو بوسني. أنا اسمي أحمد محمد جمعة الأبرص من البحر من مملكة البحرين. أتينا البوسنة نتمشى ووصلنا الآن إلى نبع البوسنة والهرسك، وما شاء الله جو جميل ولطيف جدا، ودرجة حرارة ما بين 15 إلى 20 تتراوح، وبأي لحظة تجد المطر ينزل، وشيء جيد وجميل جدا. وأنصح إخواننا في الخليج لزيارة إخواننا في البوسنة ومساعدتهم، والسياحة هنا جميلة جدا ولطيفة جدا، وشعب جدا جدا مرح ولطيف وأنيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هيا الله دار يوسف يا هاري بوسنيا ديت فين توصو ديخيت برو يصو يعني في فشتو قنن هاري بوسنيا، and it's amazing it's very it's ديت برو.